اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنبدا يا احمد بمقارنه رقميه ما قبل تولي كابتن ايهاب جلال للنادي الاسماعيلي وما بعد توليه للنادي الاسماعيلي. طبعا كابتن ايهاب جلال فرق كتير مع النادي الاسماعيلي والارقام بتاكد كده. يمكن اول حاجه قبل تولي كابتن ايهاب جلال النادي الاسماعيلي لعب 16 مباراه، كسب مباراه واحده بس، اتعادل 8 وخسر 7. اللاعبين احرزوا 13 هدف ودخل شباكهم 21 هدف. طب بعد تولي الكابتن ايهاب جلال لعبوا 12 مباراه، كسب 8 من ال 12 وتعادل ماتش واحد بس وخسر 3. فده برضو بياكد ان هو كابتن ايهاب مدرب ريسك شويه، يا بيكسب يا بيخسر، بس طبعا في الاغلب بيكسب. نسبه التعادل عنده قليله. طيب الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان قبل تولي كابتن ايهاب جلال كان معدل تسجيله للاهداف 8 من 10 في الماتش الواحد، بعد تولي كابتن ايهاب جلال بقى هدفين في الماتش الواحد، يعني قوه هجوميه كبيره جدا اضافها كابتن ايهاب جلال. لكن على المستوى الدفاعي في بعض المشاكل الدفاعيه ما زالت لسه موجوده، بدليل ان الارقام قبل تولي كابتن ايهاب جلال كانوا بيستقبلوا 1.3 من 10، وبعد تولي كابتن ايهاب جلال بقى 1.2 من 10. اذا بياكدوا الكلام كله، ان الارقام كلها بتاكد ان كابتن ايهاب جلال اضاف شراسه هجوميه كبيره، ولكن في بعض الثغرات الدفاعيه الموجوده. وفي نقطه مهمه جدا كابتن سامي في الارقام، ان كابتن ايهاب جلال عمل مع النادي الاسماعيلي سترايك 5 انتصارات متتاليه. يعني هو اول مباراه له مع سيراميكا خسر 2-1، بعد المباراه دي الفريق حقق 5 انتصارات متتاليه لغايه لما تلقى الهزيمه قدام نادي المقاولين. وهنا بنبين ان كابتن ايهاب جلال فعلا قدر في الوقت الصعب اللي كان نادي الاسماعيلي كان احد الانديه الثلاثه الهابطه، كان موجود في المراكز في المؤخره، وبالتالي لما حقق الانتصارات دي كان واضح جدا جدا ان هو عايز يشيل اللعيبه من ضغط النقاط المتاخره والمراكز المتاخره، وان هم النهارده بدل ما بينافسوا على المربع الذهبي بيحاولوا يهربوا من موضوع الهبوط.